نستضيف في هذه الأثناء زوجة المعتقل أسامة بن مسعود، زوجة دياله الآن أمام محكمة القصر الكبير، والجلسة هي الجلسة الثالثة. شنو يمكن تقولنا على هذه المحاكمة وعلى الظروف ديال المحاكمة والسياق العام اللي جات فيها؟ المهم تحية نضالية لرفاق ورفيقات، تحية لجميع رفاق اللي تكبدوا العناء ديال السفر باش يجيو يحضروا المحاكمة ديال أسامة بن مسعود. بالنسبة للمحاكمة فهي كما معروف أن تهم كاملة مفبركة، وبالتالي أن الدور ديال الاعتقال ولا العدم ديال التمتيع ديال رفيق أسامة بالصلاح المؤقت معروف على أساس أن الدولة ديالنا هي غادة في السياق ديال الاعتقال ديال المناضلين من أجل القمع ديال الأصوات الحرة في هذا الوطن الجارح. هذه الجلسة الثالثة، وكنتمناو كنتمناو حنا كالعائلة ديال المعتقل على أساس أنها تكون جلسة قانونية تمشي في السياق القانوني وفي الإطار القانوني، وما تكونش محاكمة اللي هي محاكمة اللي واجدة جاهزة من الفوق. وتحية لرفاق ورفيقات على الحضور ديالهم والدعم ديالهم سواء للعائلة وسواء للمعتقل. تحية.